حبابك يا اخوتنا امين علي قاعد اطول تعليق حبابك والله اخونا هلالي حبابك حبابك اخونا بكره احلى ولا اخوتنا الله اعلم ده اسم الصفحه. طيب مرزوق حبابك علي محمد حبابك أخونا مصطفى حبابك نصر الدين حبابك طارق حبابك والله محمد عوض حبابك بنتنا بنت أختي الغالية أخبارك وصحتك يا أخي إن شاء الله تكوني بخير والله شرفتينا يا منورة كيف وكيف الأهل إن شاء الله كلهم كويسين نورت اللايف والله تسلمي كتير حبابك ابو عمار مها علي مساء النور السرور ابو التوم حبابك والله اخونا راشد عمر حبابك محمد حبابك والله هاشم الطيب حبابك الرشيد جودة الكينج حبابك ابو عمار شرفي حبابك بنورك يا اخونا فيصل اخونا اسماعيل حبابك حبابك يا محمد احمد اسماعيل هلال حبابك والله تسلم اخونا الصادق اسماعيل مسبل اخونا نسرين حبابك الشفيع عبد الله حبابك والله ابو عادل شاع الدين حبابك تسلم والله يا اخونا الهادي عثمان زاك الدين البشير حبابك والله حبابكم يا اخواننا كلكم يا ريت الناس زغلت اللايف تشير اول باول عشان نختصر وما نطيل على الناس ونكب النظيف او نكب الزيت لا الحمد لله يوم مليء بالانتصارات والبشريات وزي ما ذكرنا سابقا ان المليشيا دي يا اخواننا بقت مجرد إعلام إعلام فقط للميليشيا أما على الواقع سيطرتهم على المواقع أما على أرض الواقع ما عندهم أي حاجة كذابين وما عندهم ثبات وما تشوف فصاحتهم في الفيديوهات وفصاحتهم في اللايفات الواحد يمسكه يتبكى والمرة والله العظيم تبقى أرجل منه فصاحة بس أنزل ناس لايفات بس ناس يشوفوني ما عندهم ثبات لأي حاجة كضابين ساكت الطيب عمر حبابك والله ولك التحية بنورك بنورك الناس شير اخوانا على السريع كده عشان ندخل في التفاصيل ونختصر حبابك والله حبابك عشرة قطنا مهجة حبابك والله الله يسلمك أخونا حامد حسونة حبابك مليون والله أخونا أحمد علي اخونا علي عبد الله حبابك وليد بشريات بالكوم شغل يرد الروح ده الدجاج بنعرف يا اخواننا اصلا الدجاج ما خزلنا والله يوم ولا صيغتنا فيه اهتزت والله ولا ثانيه انا على يقين تام ان القوات المسلحه دي يا اخواننا والله لولا يعني بس ان المعركه دي معقده ومعركه شاقه كان حسمة الأمر بدري يعني دين جدير ولا بقفوا قدامه لكن نقول شنو تأخر الحسم و تراخي القيادة هو السبب في تأخير الحسم طيب أختنا آيات قالت أختنا سمورة أخبار شنو لا لا بخير الحمد لله والله الحمد لله بلغت الصحة وأموره تمام
تسلم كتير والله، يديك العافية. صدام عبد الرحمن حبابك، حبابك أخونا أمير، حبابكم يا أخواننا، ردينا على المردين على كلكم كده، حبابكم عشرة، حبابكم مليون عديد. يا اخوانا الناس الجادة شير عشان نبدأ نخش في التفاصيل وننتهي من الموضوع. ايوه، كلامك منطقي جدا يا اصلي. حرب المدن وقتال الشوارع ده صعب صعب. يقول لك حرب المدن دي مقبرة الجيوش، السبب انها يعني ما بتخليك تتحرك او تضرب السلاح اللي انت دايره ولا تدفع بالاعداد ولا الجيش اللي انت عايزه. دايما القناصة والكماين بتسبب لك عائق يعني، فما موضوع سهل زي ما بتصور بعض الناس او بتخيلوا انه لعبة بتاعت ببجي كويس. وموضوعنا بينتهي بين ساعة ولا ساعتين او يوم او يومين او لا، حرب المدن دي خطرة شديد، حرب صعبة جدا جدا. لكن بحمد الله عندنا جيش والله العظيم، وجيش سطر ملاحم والله تدرس، ده تاريخ اقسم بالله، تاريخ جايز. قوة أكتر من 180,000 وداخل العاصمة وفي مواقع مشتركة، تفشل إنها تستولى على العاصمة وقياداتها يهرولوا وتمرق من معسكراتها، تحتمي بالمدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية، وتشتغل دعاية عسكرية، وتشتري بعض الزمم يطبلوا لها زي الأبواق اللي قاعدين الآن يتكلموا عن انتصارات الجنجة. من الحرب دي بدأت نازل قالوا مسيطرين على كم؟ 90%، وفي البعض منهم قال على 95%. لحد الآن ما شفنا انتصاراتهم، ما شفنا لهم سيطرة، ولا شفناهم قاعدين في منطقة كده قدروا أداروها ولا وفروا للمواطن خدمة، بل شقالين نهب وشقالين قلع وشقالين اغتصاب وشقالين شفشفة، وما خلوا المواطن ده جنبه ينوم على حربهم على المواطن حرب صريحة يعني. اتحاد القوات المسلحة الليلة يعني شايف بعض البوستات بيتكلموا لك عن انتهاكات الجيش. يا اخوي الجيش ده والله العمل انه حافظ على البلد يعني، الحي يقول انه الجيش ده حافظ على البلد ويتصدى للمغامرة ودفع الثمن، دفع ثمن الاف او مئات المقاتلين الان داقتين على الزناد وقاعدين يدافعوا عن ارضك وعرضك، الالاف المؤلفه قاعد يدافعوا عن ارضك وعرضك، وانت قاعد بعيد وتقعد تتفلسف تقول يا اخي والله العظيم الجيش انتهك، الجيش عمل، الجيش فعل. طيب انتهاكات الميليشيا الممنهجه دي مالك عميان منها انت؟ ما بتشوفها؟ انتهاكاتهم ممنهجه عاديين كده، شغل بالتعليمات قياداتهم، بيقول لهم انهبوا اغتصبوا شفشفوا اعملوا الدارين تعملوا، ده كله انت ما شفته؟ الاف المواطنين الان محتجزين ومحتمين بين في بعض المواقع دي كلها ما شفتها؟ انت كحاطي كويس موهوم. قبل اليوم ما طلعت قلت انت جاي من اجل المواطن، ما قلت المواطن ده همك. هسه الان الانتهاكات اللي بتعرضها المواطن دي انت شايفها ذاتها بسيطه، بل انك انت ساعد الجنجة وقاعد تفزع بعض، تصدر الرعب لبعض المناطق الآمنة، جايينكم واللي عنده ذهب يطلعه، اللي عنده عربية يطلعها، وكله كلام فارغ ساي. بسم الله العظيم الحرب دي الحية الوحيدة أو الحسنة الوحيدة بيننا كشفت لنا الوجه الحقيقي القحاطة. كنا ماشيين ورام وكنا مفتكرين انهم سوار، طلعوا أسوأ من الجنجويد تجار دم. اللي حاصل في الأبيض ده الناس زي زعلانين مكمودين من الشيء الحاصل في الابيض ده. كيف الشعب او المواطنين يرحبوا بالجيش في الابيض ويستقبلوا؟ ما
بالعصاير استقبلوه بالموية وبالتكبير والتهليل وبالزقاريد. ها شوف النازل ده ذاته فيه ورد على القحاطة ورد على الدنيا، ان البلد دي ان الشعب ده كله مفوض الجيش، الشعب ده كله خلف الجيش. يعني هسه الليلة شو حصل في الأبيض ده أكبر دليل، ده بيثبت لك تماما ان القوات المسلحة دي الشعب كله خلفها. الأبيض دي كلها كده على بعضها جيش يعني، عشان كده الموضوع ده زعل القحاطة ولجوا لأنهم يطلعوا بعض البوستات انتهاكات الجيش وين وانتهاكات الجيش وين. والله لن تنالوا من الجيش ده ولا انتوا تاني بعد كده بتمثلوا السودان، وكفاية حربكم اللي شعلتوها دي، مفتكرين انه احمد تدح هيستلم البلد دي وتلقوا مناصب، لكن هيهات هيهات. هسه الان طار لكم، وين سيدتوا الان؟ بقيتوا مكروهين ومغضوبين، محل ما تمشي الناس تهتف ضدكم، لكن انتوا مجلدكم تخين ودمكم تقيل، لسه متلصقين فينا وشابكيننا ما عارف. لازم تقيف، لازم تقيف انت وكدايرة تقيف. اشعلتها ليه؟ الحرب دي اشعلها من ما اشعلتها انت القحاطة ده؟ انت اشعلتها في النهايه، اتقلبت بقيت كوزينجا تطبل للجنجا، حمدتل قتلك واغتصبك امام القياده العامه ورمى الجثث بتاعتك في البحر، جيت الان تطبل له وكمان تشير يا اخي. والله سبحان الله انا والله في ناس كده صدمت فيهم يا اخي، ناس كان معانا هنا في الصفحه دي يا راكز الان لقيتهم قاعدين يشيروا للجنجويد، بيشيروا انتصارات الجنجويت يا اخواننا. زول بيشير له وزول لف له وكتمون في راسه جنجويتي، بيشير له في الجروبات ومدافع عنه. ها يجي يقول لك قال الله ان شاء الله لازم تجيب، انا محايد جنجويتي. عشان كده هسه شفت المفروض كل الاكزه الامنيه في كل الولايات، اي زول ضد القوات المسلحه، اي زول ضد القوات المسلحه كان بقى منو ذاك زاده ضد القوات المسلحه قاعد تحرض في الميديا، المفروض طوالي تتخذ اجراءات ضدك وما في فرق بينك وبين الجنجويتي. ده الشيء المفروض الان يحصل في كل ولايات السودان الواقع تحت سيطره القوات المسلحه. لا يمكن انت تكون شفت ده العفن ذاته قاعدين داخل الاحياء او داخل الولايات المسيطره على الجيش وبردموا في الجيش. وبيصورهم بملفاتهم، عادي الواحد تلقاه بملفه الشخصي عامل علني بيضعف في الجيش، بردم في الجيش، يكتب لك الجيش هوانات. يا اخي هوانات الجيش حارس امك، حارس اختك يا اخي، حارس بلدك، ناس بموتوا يوميا، تيجي تقول هوانات هوان انت ده يا عفن يا موهوم. طيب ندخل في تفاصيل موقف العمليات. بننزل موقف العمليات يا اخواننا، الليله طبعا زي ما شفتوا الجنجويد يتبلوا بل صح في الابيض، وزي ما قلنا لكم صارت الأبيض دي يا اخواننا السبب الاول فيها التوفيق من ربنا، السبب الثاني الهجانه ما قاعد تنتظر زول يجي، لا الهجانه بتصلك في محلك. اي تحرك للجنجة معلومته وصلت الهجانه طوالي بتشكل بتصلك في محلك وبتبلك وبتجيب الغنائم نهارا جهارا. الولايه الوحيده او الفرقه الوحيده على مين بدات الاحداث دي؟ بال الجنجة وبتغنم منهم وبتسوقهم سواق طضان قدامها الهجانه. السبب الاول قلنا التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، السبب الثاني عنصر المباغته، الهجانه ذاتها بتباغت ما بتنتظرك. السبب الثالث العقيده القتاليه لمنسوب الهجانه، الجنة دي ما بتتكاتل يا زول، ما بتتكاتل. والسبب في الكلام ده كله الهجانة جيش متمرس على القتال، الهجانة دي قاتلوا في دارفور دي بالسنين، قاتلوا في جنوب كردفان دي بالسنين بالجماعات، خلاف كده عندك جنوب السودان ليهم تاريخ. فما انا هسه يا زول يقول لك هجانة بريش اساس الجيش، الكلام منتهي. أنا ده تشكيله ماشيين في الواطة كده بيختلف، ماشيين في الواطة، شفت ايش الهجانة ده ماشيين في الواطة بيختلف. حرب دارفور دي أي منطقة ثابتة مسيطر على الجيش تمشي بتلقى الكتيبة القاعدة دي هجانة، أي منطقة ثابتة تمشي لها بتلقى الكتيبة القاعدة دي
فجانا منتشرين في دارفور دي قاعدين، عندنا جنوب كردفان بهنا قاعدين موجودين، عندنا قلب كردفان قاعدين. فجانا دي ما جاي الساهل ولا جاي من حجر، وانا شايف انه تعليماتهم في يدهم، اي تحرك او اي فرفره على اتجاه الابيض النازل قدره واكبر منا، والناس دي تجيب في اي حاجه، في الهجوم ما في مثيل لهم، وفي الدفاع كمان ما في زيهم، بل زي البل. الجنجويد اتجمعوا غرب الابيض، وفي معلومات انه النازل عندهم هجوم وبخططوا او بيجهز لهجوم كبير جدا جدا على الابيض من الناحيه الغربيه. الحمد لله تفاجئوا انه الهجانة جاتهم في محلهم وسجلت لهم زيارة، وجمعت منهم عدد من العربات وجمعت منهم عدد من الفلنقايات ورجعت كأنه ما حصل شيء. دي الهجانة اللي بنعرفها، دي الهجانة اللي بنعرفها، هجانة صاحي يا زول. والدار يجي وبعدين شاف القحاطة قال لك والله الاحتفالات دي زي احتفالات مدني، ونحن قال والله العظيم بدينا قاعد نتشائم. كلامي طالع من قحاطة. أولا هوي جيش الهجانة ما زي جيش مدني. تعرف السبب شنو؟ السبب إنه الفرقة الأولى في مدني ما قاتلت. أنا الكلام ده قلت لك مرارا وبقول لك تكرارا. الفرقة الأولى ما قاتلت وما ثبتت وما واجهت. لكن جيش الهجانة بقاتل وبثبت وبواجه. وكلهم متفقين على الكلام ده. ما في مقارنة. ولا الدنجة المترامين هناك اتجاه صميمة، ولا القاعدين بيجاي اتجاهات الرهد واتجاه الرواب، ولا ما بيقدر يازل على الوبيت دي. انت الوبيت دي قايلة ساي ولا شنو؟ انت قايل الجيش ده حيفرط في الوبيت دي؟ ها؟ قايل الجيش الفيه ده حيفرط فيها؟ ولا حيفرط فيها ولا تفكر في موضوع زي ده. واكثر ناس مقتنعين من الهجانات الجنجويد، بس البيكا والجقلبة حقت القحاطة، بيكا زي البيكا خايفين من الاحتفالات. واي 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 يا زول، الناس كيف ما تحتفل وكيف ما ترحب بجيشها؟ الجيش انقذهم، انقذهم من النهب، انقذهم من الاغتصاب، انقذهم من الجنجويد يا زول. افه الناس زيل اينما حلوا حل الخراب، اينما حلوا الجنجويد حل الخراب. المواطن لما يشوف جيش مارق والله في ناس زيل الا برجعهم، اقسم بالله في ناس الا برجعهم، قول لهم ما تمشوا ما تصلوا، دايرين نمشي مع الجيش عزل من غير سلاح، دايرين نمشي مع الجيش. معروف الجنجويد ده زاد اخره حيرحموا زول، يعني ما بيرحموا زول، حتلقى نفسك انت في حته ثانيه، ده اذا تمكنت من انك انت تنزح ذاته، غير كده بيشفشفوك بيغتصبوا. ما في امان الا بوجود الجيش. كيف الناس بتحتفل بجيشها؟ على العموم ده كلام بتاع قحاطه وجقلبه وبيكا. والله الجيش يحتفل والمواطنين يرحبوا بالجيش ويحتفلوا بالجيش، طالع مرحبين بيه. يا اخي في ناس هاجروا مشوا عديد المسافات بعيده عشان يلتقوا بالجيش ويكبروا مع الجيش ويهللوا مع الجيش، كده هم مبسوطين. انت كقحاضي اتدخلك شنو؟ هل بخليك تبكي شنو؟ شايفك والله العظيم الموضوع ده زي موضوع مدني، ونحن بنتشائم من الاحتفالات دي. هذا الوالد دي هجانا تتشام، انا داير انك تتشام، داير انك تتبل، داير انك تحبط. موت كده بس، موت بغيظك يا قحاطي يا وهم يا رمه. طيب فيا اخواننا الامور تمام، والهجانه لديكم لا خوف عليكم. نسال الله، انا بقول لكم هجانه لديكم لا خوف عليكم. الشيباني قبضه قال ماني غايب وما عندي معاه بشغل، عمك ده شفشاف وتابع لهم، تابع لهم شفشاف كبير يا زول. عمك ده شفشاف وهو واحد من الجماعة ذاتهم اللي قاعد يستنفر الناس في القرى نقر حطب. قال والله أنا نازل ماني قايد، وأنا راقب في الدفار، وأنا 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 وأنا. ما هو شوف الجن جديد كده، الواحد والله لمن يقوم مع ناسه وبصور لايفات تقول ده عن ترزهاته، والله تقول ده عن ترزهات. لكن مجرد ما وقع في كمين ولا وقع في الأسر، اول حاجه انا مش تلقاه بايل، دي ثابته، دي ثابته والله، تفتشوا تلقاه بايل.
دي ثابته، خلاف كده الفي راس بتطير، مع انه الجيش ده مؤسسه ما قاعد عامل معاسير وما عمل شيء هوي، ما زي اللي بيعملوا فوق الجنجة شغل على المسرحيات، يصوروا الاسير وبعد ما يقفلوا منه الكاميرا يقوموا يدقوه يهينوه يذلوه بعد النظر، حتى لو عمره كان 100 سنه ما بيحترموه، ما هم جنجويد، جنجويد لقوا التربيه وين؟ رباب منه. فشنو؟ الواحد بس قبل يبقى زي اخته، ماني قايد، ماني دعال، ماني شنو؟ هسه عمالين كان قومه وقعده ترند عدل، الزول ده اسد وقال ماني خايف وقال ما اعرف شنو، هسه في النهايه الزول وحياة الله لو ما راضي قطع ياكل الكاك ده عديل اللبس ده عديل قال زقلونا زقل لها، ما انهم حاجه نازل كضامن ساكت يا زول بتبلوا والله لازم بلناش والله شوف دار اديك حاجه وي سيخ تماما، انه الجنجة ديل والله العظيم الجنجة ديل بس قلت لك الساعدهم جزيسهم داخل البيوت، هسه على الاقل ديك النقعه ديك النقعه ما بثبتوا سنة جارتها لا مرقولين مرقولين عديل في النقعة في النقعة عديل في والله ما لقوا في النقعة دي ما ثبتوا في النقعة ما ثبتوا، وعددهم ما بسيط بالمناسبة الناس دي عددهم ما بسيط كانوا متجمعين القرض انه يداهموا بضايق دي ما لهم صيجة والله في النقعة دي ما ثبتوا صيجوا يتخارجوا فاتوا ما عندهم حاجة يا زلمة، انا بقول لك تاني والله لو كان الفرقة الاولى دي صمدت وشاكلت واقسم بالله جنجويتي العبر كده كان ما بيجي راجع، لكن اللي حصل ولا في مقارنه بين الفرقه الاولى والفرقه الخامسه، الفرقه الاولى ما قاتلت، الفرقه الخامسه قاتلت وبتقاتل وان شاء الله لاخر عسكري حتقاتل، وانا بقول لكم تاني الهجان لديكم لا خوف عليكم، وتصفي الجنجه تصفي القحاطه تصفي المرجفين تصفي المخزرين هجانا فوق يا اخواننا والموضوع منتهي. طيب نجي لبعض المدن، شايف الجنجويت ملامحهم بدأت تظهر في بعض الولايات، يعني ظهورهم ما كمقاتلين لا كخلايا نايمة مخبرين مصادر بيرفعوا معلومات موجودين، والكلام ده تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية أو اللجنة الأمنية الموجودة في الولاية، أول حاجة ضعف المراقبة وهشاشة الارتكازات، ارتكازات هشة تفتيش عساكر قاعدين عادي ممكن تدفع تمنيتين تمر والله العظيم تمر والله مش والله لو عبد الرحيم دقلوا ذاته في تفتيش كده لو جمع الربا لو دفع بمر، ناس همها جيبه فقط، فالموضوع ده داير يقظة، الموضوع ده داير ضباط يكونوا واقفين ضباط رتب، ما انا ما عارف يعني انت عقيد ولا عميد ولا لواء في ظل الظروف دي قاعد حارس لي مكتب لشنو؟ حارس مكتبك لشنو؟ العساكر ديل شوف العسكري ده قايد، العسكري شاف قايد قاعد مركب على علو الحمر دي كويس او مركب اركان حربه دي والله العظيم بيشتغل بيشتغل، لكن ارتكاز تخط فوقه عسكري ساكت ولا تخط فوقه رقيب اول ولا رقيب ولا مساعد ولا لا، العساكر ده ما بيشتغلوا، لابد في الظروف دي لازم تكون في رتبة على الاقل يكون في عميد قاعد عقيد قاعد، انت قاعد جوا عندك شنو؟ عندك شنو قاعد جوا؟ كان عقيد ولا كان عميد ولا كان لواء، حارس شنو؟ حارس شنو يا زلمه؟ هو بيدلكم الوي قاعدين في الدفاعات قاعدين يقاتلوا. الوي بيدلكم متقدمين الصفوف قاعدين يقاتلوا. ها؟ انت قاعد جوا تاكل ليه الامر على ناس على رتب صغيره ضباط صف؟ دي القده ذاتها دي الثغره ذاتها. كلها عندك شندي عند ارتكازاتها زي الزفت. عندك القضارف والله ارتكازاتها زي الزفت. عندك النيل الابيض دي كمان اللي خلاها يا اخي ديل وحياة الله انا ما اعرفهم ذاته ها انزل سبحان الله غايته يا زول الشغله هي دايره متابعه دقيقه، انت في حرب انت في حرب مدن وقتال شوارع والحرب قريبه منك ممكن تسمع الذخيره يعني سبت النيل الابيض الحرب دي ما قريبه منك يعني
فليه التراخي وليه التهاون؟ وين المتحركات؟ تعقب الجنجة الآن الحايمين ويصوروا يجوروا في الغرة، وين؟ وين المتحركات اللي انسحبت من الجبل؟ وين؟ يا اخوانا ده شغل ميت ساكت، شغل ميت. لا يمكن الناس بموتوا هناك وقاعدين يقاتلوا ويتقدموا وصابرين ودايسين على الجنب، وانت قاعد هنا تارك ليه الشغل وتارك ليه الارتكازات. الامن ده مسؤوليتك انت، سلجنا الامنية دي مسؤوليتك انت في كل ولاية ضروري. حتى يا اخي الناس اللي قاعدين الان يحرضوا ضد القوات المسلحة دي مسؤوليتهم، ما مسؤوليتك انت. في ناس الان عديل استخبارات دخلت جوا تابعين للجنجة، يا اخي انت على انت في زول طالبك حاجة يا اخي، اي زول وجهه غريب ساكت شكيت فوقه خدته في اشتباه، تعال يا زول جاي من وين وماشي وين، اتبع تلفوناته. في بعض الولايات كده مكتظة بالشحادين، الشحادين ديل انت عارفهم اغلبهم، اغلب الشحادين ديل مصادر يا زول. نحن متين نقعد نشتغل بالعاطفة؟ متين نقعد نشتغل كويس بحسن النية؟ عندك كمان في بعض المناطق ستات الشاي اكبر مصادر، اجانب حايمين، اجانب حايمين، جنجويد كتار السلل يا زول، فاتوا على اتجاهات القضارف على بيغادب هناك، حتى في سنجا في سنار جوا ذاته في جنجويد قاعدين، اقسم بالله العظيم ديل بيرفعوا تقارير وبيرفعوا معلومات، مجرد ما اذا لا قدر الله دخلت قوة تشوفوا كتار كان ماسكين طبالي وماسكين في مدني دي، شوف لما الجنجة ديل دخلوا طوالي ركبوا راس معاهم وشالوا سلاح، شغل تاع الارتكازات شغل ناي جدا جدا، ما في هيبة الدولة، ما تقدر تفرض نفسك. انت قاعد نفسك وين؟ انت في حرب الان، الان البلد في حوجة لفرض هيبة الدولة. ايوه نعم شايف في شندي في عرض عسكري، لكن ما كفاية استعراض قوة، ما كفاية، الكفاية انك انت تركز على الارتكازات، المداخل، مداخل دي في اي زمن من الازمان، ما في حتى لو نظامي ضابط ذاته جاي ماشي وين وجاي من وين والاداك زي منو. نحن الجيش زي اشتغلنا فيه بنعرف في ظل الظروف دي بتكون في توجيهات إشارة على طول بتمشي لكل الوحدات الخارجية اللي نايب يقول لك يمنع منعا باتا الإجازات والزونات للأفراد وللساد للضباط وللساد للساد الضباط والأفراد، يمنع منعا باتا الإجازات والزونات، أي عسكري عارفها في ظل الظروف دي. أحيانا بتلقى ضابط ولا بتلقى عسكري حايم من ولاية لولاية، عنده شنو؟ ناس ضاغطين تتك هناك وموت، أنت ماشي ماشي وين؟ عندك شنو أنت؟ فالبلد دي يا اخواننا مليئة بالطوابير، بلد دي فيها وسخ وفيها وسخ كتير جدا جدا، دار نظافة والله العظيم. في بعض من الارتكازات واحد قال لي والله يدينام 20,000، شوف الرخصة دي كيف، شوف الرخصة دي كيف، الدوم 20,000 فقط يا اخواننا، كهربتي قدت ولا كيف؟ كهرباء الكهرباء الكهرباء. طيب ايوه جاد الدوم 20,000، 20,000 بس اقسم بالله العظيم مروا، قال لي لا فتشونا لا جاب، اوه خدت لي صراحة كده انهم كان شايلين هنا يعني، يعني لاحظ شوف الرخصة دي كيف، 20,000 يا حضر الصور يا وهمي ها، لكن ما خليتك والله، والله خليتك ابقى مع ابراهيم، انت اداب جيتني في محلي والله يبلك بلا من تقول ما داير. فيا اخواننا ده ما زمن بتاع تراخي ولا زمن بتاع حسن نية ولا زمن بتاع عاطفة، انت في حرب في حرب في حرب والله العظيم، اقسم بالله الشيء اللي بيحصل هناك ده بالتراخي ده ليس منك ببعيد يا زول، اكرب قاشك ولو حتى زمان ذاك كنت وسخان عليك الله، دي اللحظة الوحيدة ننظف فيها نفسك كويس، انت كعسكري ولا كضابط ولا كنا يا اخي خلي عندك مسؤوليه يا اخي، بنات بلدك بيغتصبا ممتلكات المواطنين التعبوا فيها وشقوا، وواحدين اتقربوا وواحدين يا اخي زاغوا لمرين يا اخي عشان يعملوها، يجي واحد يا اخي من نيجيريا من افريقيا الوسطى ولا من تشاد ولا من النيجر ولا من مالي ولا من ليبيا
يجي يشفشفها كويس ويمشي، وانت قاعد مديله يدك ل 20,000، مديله يدك ل 20,000 يا رخيص، على الاقل حضر الصوت 20,000 20,000 يا اخي، انت اقسم بالله العظيم اقسم بالله ما اعرف، لكن زي ده ها في ظل الظروف دي المفروض عليه القسم، شفته في محكمه في ميدان عام والله العظيم تقع قبل الفارغ بتاع الذخيره ده، ترتشف في ظل الظروف دي قاعد تقال يعني الشغله دي بعيده منك. فيا اخوانا الشغله دي كده ما بتجي ما بتجي والله، ونحن بنتكلم وكلامنا بغير يا زول. هسه الناس في البدايه قاموا يقولوا لنا انتم تتكلموا على الهجانه، تكلمنا على الهجانه ها ودقتنا الهجانه دي، هسه شوف الهجانه شغلها قدر شنو. انا ما قصدي العساكر، انا قصدي القياده فوق يعني. هسه شوف الهجانه بقت تباغت، بقت تمشي، بقت تهاجم، بقت تشتغل شغل. فنحن بنتكلم هنا، ما يجينا زول يقول لنا ما تنتقدوا، لا انا بننتقد يا زول، ننتقد يا زول الشغل النايضه ويرجع على النار يا زول. احنا ما في سلم، احنا في حرب يا زول، احنا في حرب. لو ما بقت في قوانين رادعه ومحاسبات فوريه وعقوبات تكون عقوبات كبيره، يعني مش تكون هزار هزار وقريبي وقريبك وراعي له والكلام ده، لا لا ما في حاجه اسمها روح القانون، تطبق العقوبه كما هي وباسرع وقت. في مثل بقول لك شفت الهول الطول بيجي من الهول، الزول مش هسه الان حكمته قلت الزول ده مثلا 20 سنه يمشي طوالي ينفذ، يتحكم باعدام طوالي وقتي وقتي مع جنجويتي منتظر منه شنو يعني تخليه ولا شنو يعني وقتي ينفذ. العقوبات الرادعه دي هي اللي بتشرح باقي الناس، هي اللي بتشرح باقي الناس، لكن طالما في تراخي وفي تهاون وفي قريبي وفي قريبك يا زول النازل فكوا اقسم بالله جنجويتي، جنجويتي عديل شفتها ها والله فكوا ما دار اذكر المنطقه ولا دار اذكر عشان اشوش ولا بتاع ولا والله جنجويت اقسم بالله العظيم فكوه فكوه عديل كده جنجويتي فكوه. فما بالك يعني دي بلد تمشي قدام جنجويتي يا اخي قاتل ومغتصب، وهنا تفك في ظل الظروف دي عشان اضرب لك فلان وعشان اضرب لك علان ولا عشان مثلا محسوب على فلان ومحسوب على فلتكان، ده كلام فارغ ساعه ذول هاي، ده الشيء بضيع الناس. فالشغل ده كده ما بيجي يا اخوانا وي، الشغل ده ما بيجي والله العظيم. الناس لو ما كلها بقت امن ولو ما كلها بقت استخبارات وبلغت مواطنين ذاتكم، انتوا عندكم دور ما تنوم يا زول، ما تنوم. احيانا تلقى الواحد يمتلك معلومات يقول لك انا خايف، خايف من شنو؟ كده الناس في المناطق الامنه دي خايف من شنو انت؟ بلغ بيه طوالي يا زول، في شرفاء والله داخل الاجهزه دي بيشتغلوا يا زول، بلغوا طوالي قول له يا اخي ودي معلومتك قدام. زول ضد القوات المسلحه في الظروف دي وبيضعف فيها ومايد للجنجويد طوالي بلغ بيه، لو بقى ابوك ذاته بلغ بيه، ما تقول لي صاحبي ولا كنا ملح ملح ولا جاري ولا زف ما ينفع، طوالي ارفعه قدام. اعمل العلاج ان شاء الله يلاقي الدو حلاوه ثاني، انت عملت العلاج لكن ما تقعد ساكت. وطن ده امن وامان ومسؤوليتك انت ده، فلنفترض انه ما في جيش ما في شرطه، انت هتطبق ايدينك وتقعد يعني؟ بلغ بيه طوالي. طيب ندخل في او نرجع لموقف العملياتي. الموقف العملياتي عندك في الجزيره وعندك في سنار، شايف البيش عمل مسرحيه كده وجايبين وقال لك اطلق عدد من الاسرى، ويا بيش انت فطرته؟ فطرت انت يا بيش عشان تطلق عدد من الاسرى؟ والله العظيم اقسم بالله قلت لك الناس دي رايحين يا زول الله، انت شفت لو يا اخي انتوا بتكابسوا الناس في الغرة، بتكابسوا الناس في الغرة، بتشبكوهم انتوا مستنفرين وانتوا وانتوا وانتوا، لا من زول مدرب عديل عسكري جيش تقول لي انا اسرته وفكيته في ظل الظروف، يا زول دي تمثيليات. فطرت انت يا بيشي عشان تفك اسير؟ ده كلام ساكت يا زول. نازل يا اخواننا ما تغرك الكاميرات دي، دي كلها اسواق قبل خلاص هاي. البيش الان داخل في فتيل كبير جدا جدا والقشم الان زاحف عليهم في كل المحاور، القشم زاحف وشغال. الجزيره والله العظيم شغل زي الشغل، شغل يعجبك
التحية والله إن هذا العمل الخاص، التحية للاستطلاع المشكل من عمل خاص من استخبارات لجهاز هيئة العمليات لاحتياط مركزي لمستنفرين. التحية لهم والله شغالين عليه القسم. أحيانا بدهم تعليمات بقول لهم ارتكزوا في الحتة الفنانية تلقاهم يستلموا القرية ذاتها. شغل ما شاء الله تبارك الله. بس المناقل ضاغطين والله. التحية لكم والتحية لمسيراتكم والتحية للعمل الخاص. ده أكثر محور ضاغط وشقال وشقال في صمت. 7 عربات الليلة تم تدميرها وتم جمعها بالكامل، بالإضافة لعدد كبير من الجنجويد تم جغمهم، بالإضافة لبعض الأهداف تم استهدافها عبر المسيرات. الأتيام بتاعت أول المتحركات عندها أتيام بتاعت المسيرات شغالة شغل مستمر، شغالة جلد نظيف في الجنجويد، والجنجويد هايمين على وجوههم. بيقول الآن يدقشوا بعض القرى، وأحيانا في قرى بتشتغل والله. في قرية أمس نفضت عدد من الجنجة، قوة 4 من الجنجة استلمتها قرية من القرى، ما دارين نذكر اسمها، جغموا كل المنسحبين. عددهم ما كبير لكن برضو زول عزل كونه في الظروف دي يا أخي، كونه يفكر ساكت انه يجقم جنجويتي في ظل الظروف دي عمل عليه وزيادة يعني. فالبرشا قال عندك بيغادي مناك تجاه السكر والله دق زي الدق، مدفعية نظيفة، جغم بتاع مسيرات نظيف. العمل الخاص برضو التحية لهم شغالين شغل صح والله. والتحية كمان للناس المشتركة يا اخواننا، شغل والله العظيم زي الشغل، بل زي البل. عندهم منصة تم جغمها شغالة كانت تدور في الناس، بحمد الله رب العالمين تم جغمها وتم تحييدها. ونازل اشكالاتهم بقت يا اخواننا في الامداد، عندهم خلافات بيناتهم في موضوع الزخاير، مدورين باللي بيناتهم، جغم زي الجغم ده بيناتهم. دي قلعه كده. الجيش الفتره اللي فاتت دي استطاع، اول حاجه الجيش الان بقى يشتغل بتكتيك المحاور المتعدده، فتح محور محاور في الغرب، عندك في شمال كردفان بيغادر هناك برضه الهجارات برضه شفتوا شغلهم. بالاضافه هنا برضه الجيش هاجم من عده محاور وشغال كل شغل كالتام يعني. بالاضافه برضه لدرمان المحور القربي الشقال ده، وزي ما قلنا لكم الناس صالحه بله راسكم يعني. فيا اخواننا الزحف على الجزيره مستمر، الاستلام والتسليم ده لسه، ده ما تشيله. خلي مصدرك في الكلام ده صفحه القوات المسلحه او اعلام القوات المسلحه، يقول لك حرر المنطقه الفلانيه. ايوه نعم، في قرى صح بيتم تحريرها وفي ناس متعجلين من العساكر بيصوروا وبرفعوا فيديوهات، ودي بتضر التحرك بتاع الجيش. والشغله دي عم مولاه تعليمات في كل المتحركات انه يا اخي الناس ما ترفع وما تصور، وضعوا عديد تعليمات اي زول يخالفها بقع تحت او بتتم محاسبته محاسبه فوريه. ده يعتبر مساعده للعدو تمليكه معلومه، سواء كان عدد القوة أو نوع تسليحة يعني. طيب عندك المصفى، أخواننا الجنجة في المصفى محاصرين لحد الآن، هنذا المحاصرين. أي محاولة بتاعت التفاف أو أي محاولة لإنقاذهم فشلت، بعد بالفشل كل القشنجية الفزع اللملمه وجابه. أول جابه 65 عربية من جامع منها 18 وقتي، الباقي عرض. تاني طبقوا في اليوم الثاني، الكلام ده قبل يومين، في اليوم الثاني برضه تم الجغم وتم البل. عندك يوم 18 دي كانت الجغمة الأصلية ذاتها، انجغموا فيها قيادات وانجغموا فيها عدد كبير من الجنجة. وهسه الآن حركات على جيش على هيئة عمليات، الآن شغالين والله العظيم. حارسنهم شفت حارس راعي لغنمه، حارسنهم كده. تمشي بوين يا جنجويدي؟ تمشي بوين؟ تمشي بوين؟ والله عدة جديدة واصلة والله العظيم. واحد سرية بتاعت قناصين جابوها سلاح من الكيس يا معلم،
شغل كله لنج. وغير كده عندك ناس الحركات سلاح يسوي كده تمشي وين يا جنجبيدي؟ ميت ميت مجقوم مجقوم والله. لا تطير السماء بتمشي وين؟ الا تطير السماء. الايام دي قاعدين يشتكوا قالوا يا اخي الجيش بدا يدور ده موقع استراتيجي. انت الموقع حق ابوك، الموقع حق ابوك، انت مالكم على الموقع ومالكم على اهميته؟ انا لو لي مرات والله العظيم شفت يدقوا ب 40 دليل عديل. مالك ومالو انت يا اخي؟ ما ادري انا نصفه ده شفته خليه يتحارب كله. انت المدخلك هناك شنو؟ المدخلك هناك شنو انت؟ سؤال بس، المدخلك هناك شنو؟ ها؟ تتبلى. والله العظيم لقيت كم بوس كده قال لك يا اخي الناس ما براعي عنده النصفه ده موقع استراتيجي. انت جنجويتك ده الودام هناك شنو؟ كده سؤال، عندهم شنو هنا؟ عشان تقعد تجيب موقع استراتيجي ولا موقع زفت؟ تتبلى بس. كان رموا في... كان شفته مسحوه كده بيا جنجويته ده يكون احسن يا زول. انت طالبنا حاجه دار مننا حاجه مش بلدنا بنكسرها، انت اللي خلاك تعبر الحدود تجينا هنا شنو؟ تتبلى بس وتنجرم. والله العظيم زي ما حصل اي حاجه. فيا اخوانا زي ما قلنا لكم هننزل في المصفى، شفت راعي بس حارس غنمه بس كده. جيش حاضنهم حاضن، جيش على حركات ما بنهضم حق زول يا اخواننا. حركات في قاعدين، الحركات دي اللي بقارعوا فيهم قاعدين شغل. حركات دي زي ما قلنا لكم شغوله نفس شغل الجنجة. نازل بيعتمد على كثافة النيران، طبيعة شغلهم، نازل قوات نشطة سريعة الحركة بتغير مواجهاتها على السريع. حركات دي انا معلم كويس، نازل ما كنا معاهم في دارفور بنعرفهم كويس ونعرف طريقة قتالهم. فهذا الشيء اللي خلى الجنجويد الايام دي يقولوا واي. موضوع المصفى ده الناس بس تنتظر شوية. اما ملوك الكمائن والله شقالين. واليمن ده الجدع لازم ندفعها كمان الاستراتيجية. الجدع زي الجدع والله، بل زي البل، بل نظيف شغل صح صح، ما فوق لعب ولا فوق هزار. مدفعي دي راطنا فيهم، شفت تدقهم بالصباح تدقهم بالمسة. والشغل مدور فيهم، شمال البحر ده مدور فيهم. عندك بجاي ملوك الكمائن كمان قاعدين، بالاضافة لعندك الارتكازات المتقدمة لأسلحة الإشارة صامدة وثابتة، والآن بقوا يمشوا تمشيش تمشيط خفيف. والجنجويد والله سبحان الله، والله يا اخوانا الجنجويد اللي انا ما عارف الناس دي، شوف الفورة بتاعتهم. يعني انت لما تشوف بداية الهجوم على الإشارة هسه تقول الإشارة دي بتسقط، والله العظيم بتقول الناس دي هسه بسقطوا الإشارة. زي صاحبك وضع عبد الله ذاك، ها؟ وضع عبد الله راقد في الوطن يصور، هسه مشيت وين؟ وانت قاعد كده اسمه ابراهيم حميدان الجنل، الجنرال هنا ايدك مشيت وين هسه؟ هذاك صلاح الاشاره ما تمشي مالك؟ وكان عندهم واحدين كده قالوا دارين يخشوا يستلموا المقر بتاع جهاز الامن المخابرات، ها؟ فجاه كده النازل والله العظيم قلت لك ان جاهم مطار وطيران عديم. حسن تلعب انت ولا شنو؟ فالاشاره دي يا اخواننا لاي فاره زي ما قلنا لكم، الاشاره لاي فاره. زي قبل كده قلنا لك الجربوع الدروع لاي جربوع، كمان الاشاره لاي فار، وعندك الهجانات هناك لاي كذاكات، بل في كل المحاور. عندك ام درمان اتجاه الغربي الشغل مدور فيه، مدفعيه شغاله فيه، الزحف الارضي والاستلام شغال فيه، ونازل شبه محاصرين شبه محاصرين. وزي ما قلت لك الاستسلامات والله العظيم قاعد تحصل، بس الجيش عيب انه ما بيشتغل اعلام، الجيش عيب انه ما بيشتغل. يا خليك من الدعايه العسكريه يا اخي، جيب لنا الشغل الحاصل بس، لا تزيد لا تنقص. جيب لنا ناس قاعدين يسلموا انفسهم ديل يعني، جيبهم لنا خليت دون افادات يعني. جيب المتعاونين يعني، هسه في فيديوهات كده بتطلع للمتعاونين وللجنجويد، والله اجتهاد فرد بتاع ضباط وبتاع افراد بس بصوره برفعه. لكن الجيش وين يا زول؟ الجيش بعد يوم ونص في صفحته النايمه دي اجي اجيب لك واقول لك انتصارات ما عارف شنو الكلام بتاع الفلسفه ده. يا زلمه نازل واتوم بالحقائق، واتوم ما في جنجه كده نايمين على في العسل. في جنجه كده بقول لك يا اخي احنا الناس هذول المنتصرين مقيبين، والله العظيم في جنجه مقيبين ما جايبين خبر، ما عارفين الناس هذول مبلولين ومعصورين، ما عارفين الناس هذول يا زلمه قيامه قايمه فيهم.
ما جايبين خبر، القاعد في مدرمان ما جايب خبر، القاعد في بحري، القاعد في شرق النيل ما جايب خبر، القاعد في بحري بقول شوفين وبجي بقنطرون بسوقه ببلوم وبيو. ها الشغل ده يا زلمه جيبه اعمل نازل حرب اعمل لهم هناي حاله نفسيه بس اعرضوا الشيء الحاصل له بس، يعني ما داري منكم اكتر ولا داري منكم اقل، يعني صفحتكم واصله جيبوا افادات الناس اللي اتقبضوا عندك في مبادات الناس زي مين بيسلموا اربعه بيسلموا خمسه بيسلموا سته، ده كان الجيش عمل على الناس الكنترول عادين هناك، واي تسلل الجيش بيتعامل معاهم صورهم جيبوهم يا اخواننا عشان ده تقطع سنت الجنجويد دير يا زول، فده المطلوب يا زول، ده قال زينا من كتب اللايفات يلا انسى القوات المسلحه. طيب انت يا حبيبنا اجاب ابوك هنا شنو؟ ها؟ في زول قدم لك دعوه عشان تيجي تسمع كذبنا ده يحيى؟ والله مش كان تكتب الله ينسى القوات المسلحه لو شلت سلاحك مشيت قتلت عديل كده شفتك انا في محور من المحاور. ها انت جنجويتي، ها اسمه منو؟ ياسر ادم، ياسر ادم، يلا امسك البلوك ده يا جنجويتي كويس. الزود ده هو زاد الطيارة، انا احنا ما اعرف الزود، انا بقول لك في شنو، انا بقول الناس هتشم في بالحقيقة ويجيبوا فيديوهات انت تقول قال ان احنا فكرنا من قبل لايفات يا زلمه، شوف انا قاعد تكذب وين يا زلمه؟ احنا كان قاعد نكذب اقسم بالله في الامن ننزل له 500 خبر، ننزل له 500 خبر دعايه عسكريه ساكت بس، والله نحبطك بيو لنجويت وهمي. طيب طيب يا اخوان الناس قاعدين في اللايف ده انا ما عارف انتوا جنجويد ها انتوا داخلين بصرفتين زي الوهمي ذاك اللي مسمي نفسه مين خليفه ذاك ولا كيف؟ الناس اللي قاعدين في اللايف ده ما تشيروا اللايف ده، شيروا اللايف ده خلي اللايف ده يمشي عشان ما تجينا انذارات وما يتحضر، لايك وشير شير اللايف ده يا اخي معقولة؟ شير يا اخوانا 500 شير كده على السريع عشان نبدا او نستمر لفترة لمدة 10 دقايق. شير يا جيش الناس اللي قاعدين هنا ديل نثبت التعليق بتاع اخونا كمان له شير، شايف وعتنا الجنجويد دول؟ والله انا قلت لك ما اعرفهم الايام دي عاملين فيها، انا هكر صفحتي بيرسلوا لي في الخاص هناي روابط كده بيجيبوها لي، ما عارف فيديو جيم وفيديو شنو يا جنجويد انت فطرت انت شوف لك شغله غير هذا، هسه بترسل الروابط في البث يعني عشان شنو يعني كلاسيكو حكمنا ولا لا في كلاسيكو؟ هو انا ابعد زول من الكوره اقسم بالله العظيم، انا هسي لو قلت لك في حياتي دي حضرت كلاسيكو ما حصل على الاطلاق، والله ما حصل يوم حضرت انا كلاسيكو ولا عندي شغله بالكلاسيكو ولا شفت الكوره دي شغاله على الاطلاق، بنعرف ناس مرضانين بالكوره واصحابنا واي حاجه، لكن انا شخصيا والله الكوره ما عندي معاها شغله، الكوره دي على الاطلاق ما عندي معاها شغله والله صفر فيها، عشان كده لا بعرف كلاسيكو لا بعرف الحاصل شنو ولا بتتبع اخباره يعني. قال الله ينصر القوات المسلحة، اللهم امين يا رب العالمين، ربنا ينصر القوات المسلحة وربنا يحفظ، يقول كلاسيكو بتاع المصفى هاي، لكن كلاسيكو طيب يا اخوانا الناس شير عشان نبدا نخش في التفاصيل بتاعت الفاشر. ناس العمل الخاص قبض واحد من الجنجة، قال انا قبضه، قال لي هذول انتوا لسه ما اقتنعتوا؟ قال لهم قال الله ده اخر شهر، جبت صرفه بتاع صندوق ولا من اخر شهر؟
يا اخوانا انا ناسك في الشير ده الف عشان نتكلم عن الفاشر ونختصر. ما دام اللايف يطيل، اللايف كل ما بقى طويل كل ما اصبح ممل. احنا نختصر، احنا كنا بنعمل ده قال يا عبد المصطفى وعدتني خاص وما اشتغل طبيب. والله يا سواح والله اسمع كلامي ده، كان عملت لك سكرين من الخاص بتاع الرسائل ورسلته لك، والله ما تعرف ترد على منو وتخلي منو. انا عندي اسمه شنو، عندي واتساب في الحقيقه ده اللي انا بشتغل به مع مصادري مع هنا. فشفت الماسنجر ده يعني بخش والله برد على كم نفر فيهم، لكن ناس كتار اقسم بالله العظيم. شفتها؟ فما يعني ما تاخد في خاطرك انه انا ما رديت لك في الخاص ولا الكلام ده، لكن باذن الله هراجع بعد انتهي من اللايف ده، هشوف هراجع و باذن الله تلقى الرد يا غالي. تحياتنا. الدعامي قال لك او الجنجويتي قال لك اخر شهر صرفه، صرفه صندوق، طرف صندوق يا معلم. قال اخر شهر، قال ها سبقت في الدلقشم. والله العظيم اخواننا انا ما اعرف، لكن الجنجة دي الناس ما بيفهموا، ما بيفهموا على الاطلاق. صرفة صندوق قال اخر شهر، اخر شهر الا كان صرفة صندوق. طيب ده قال النصف الحاصل فيه شنو حبيبنا؟ النصف ده لحد الان لا شيء يذكر غير انه الجيش حارس النازل وحاضنهم قريب يعني باذن الله. باذن الله بإذن الله هتشوف البلف الأيام وعلى درب الإذاعة سائرون. شفت الجنجر قاعدين في الهنادر على درب الإذاعة سائرين بإذن الله سبحانه وتعالى. البلد دي يا أخوانا هترجع والله أي شبر، لأن سد الجنجبيل ده هيتم تطهيره بإذن الله تعالى. أي شبر الجنجبيل ده تدنسه هيتم تطهيره بإذن الله، وده عشمنا في القوات المسلحة، وده التكتيك او البرنامج اللي وضعه القوات المسلحه انها تطلع الجنجبيل ديل من كل شبر في السودان. دنسوه وقعدوا فوق وان شاء الله بيطلعوا منه. والله نازل رايح لهم الدرب ما تسمع، والله فرفره بتاعت مذبوح. الان 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 الشيء الحاصل والاعلام ومحاوله ربع الروح المعنويه سواء كان ببعض الفيديوهات المفبركه او بعض التصريحات او اجتهاد القحاطة المندسين اللي كان عاملين فيها صور واتضح انهم جنجويد، ده كله شغل بتاع شنو او فرفرة بتاعت مذبوح، ودارين بقدر الامكان يعني يصبروا ناسهم ديل. ما هم الجنجويد مغيبين، انا قلت لك الكلام ده، الجنجويد القاعدين كويس في مدرمان ما عارفين القاعدين في بحري الحاصل عليهم شنو، القاعدين في بحري ما عارفين القاعدين في شرق النيل الحاصل عليهم شنو، القاعدين في الجبل ما عارفين القاعدين في الكلاك اللي حاصل عليهم شنو. بغشوا فيهم الان في صيجه، صيجه والله جري زي الجري حاصل في المحاور. شفت الشغل بتاع النورمان ده عنيف واسر الصالحه. بيلو سيلفون بيلو رسمكم والله انا الصالحه، اقسم بالله العظيم اقسم بالله. اسمعوا كلامي ده، اسمعوا كلامي ده وسجلوا، والله هتتبلوا، والله هتتبلوا مصيركم، هيكون نفسي مصير ناس الاذاعه، ولا انتوا اقوى من ناس الاذاعه. الاذاعه دي كان القياده، ده كان الامداد، ده كان والله لو شفت هناك العربات اللي كان قاعده حول حول الملازمين تحتار هسه وين؟ كله راح شمال في مرقة، جرد انقاس، الوقع البحر وقع البحر، الصيج صيج، في جنجويد لحد الان ملقوم، ما معروفون هم ذاتهم وين. فانتم مقشوشين يا جنجه، وباذن الله باذن الله هتشوفوا بل ناس صالحة، انتم متعاونينكم واي متعاون في صالحة والله العظيم والله مرصود مرصود والله. وانا بقول لك ده ما شغل بتاع حرية التعبير زي ما بيقولوا بعض الناس، لا 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 لا، ده ما حرية التعبير، ده تخابر مع دول اجنبية، ده شغل بتاع عمالة وارتزاق، ده دعم ومساعدة للغزو. ده ما في دولة محترمة في العالم بتقبل انك انت كمواطن من الدولة دي تتخابر او تدعم
عدو جاي يقتل يغتصب وينهب. العالم كله يشهد انه الان اللي بيقاتل فيه الجيش السوداني داخل داخل العاصمة او داخل السودان عموما دي المرتزقة. انت قاعد في بلد قمت فيها ودرست فيها وكبرت فيها وترعرعت فيها، تيجي تخونه وتطعن الجيش في ظهره وتطعن البلد في ظهره، وده تيجي تمثل لنا فيها انت شريف، وده تيجي تتمسك لي كويس تقول لي انا ثوري. ثوري وينك؟ انت ما ثوري، انت ما تتسلط فينا، هذا انت ما لك علاقه بالثوره يا زول. انت زول بجد جويدي، موضوع انتهى بجد كوز جنجة ما ثبتها. نحن بندعم الجيش والثوره في محلها، كلنا سوار والله العظيم، وسجلنا تاريخ عليه القسم في الثوره ده ما في والله، طحت كلهم ما قدروا عليه ولا بيقدروا عليه. كلامنا كان برا، دعمنا الثوره دي بالكاك يا زول. اما الان الشيء اللي بيحصل ده استهداف للبلد وتفكيك للمؤسسه العسكريه، نساعدهم ونقيف ولا نقعد ندعي الحياد ونقعد نطبل للجنجة؟ هيهات هيهات، جيش كده بس، جيش جوجو كده، شفت لبن الشغله دي تنتهي باذن الله، منتهي يا اخوان. الناس الجاي سردر النيل الابيض، النيل الابيض ده قلنا لك الطيب انه الاجهزه الامنيه هناك نايمه وما شقاله، والكلام ده بيشكل خطوره على الفرقه وبيشكل خطوره على المنطقه عامه. ده بالنسبه لموضوع النيل الابيض. يعني النيل الابيض اشكالياته بقت في قياداته او قياده الاجهزه الامنيه اللي قاعدين فيها، ما في شغل، ما في صحوة، وما في يقظة، وما في هيبة الدولة هناك. فلازم ولا بد الأجهزة الأمنية هناك أول حاجة يشوف الوجوه، الآن ملامح الجن دي بدأت تظهر في النيل الأبيض. والله أنا أقول لك تاخ بالتراخي يعني شايف ده، وفي الآن ناس جو أجر وقعدوا ده كلهم جايين بفهم، دي كلها استخبارات بتاع الجنجة. وين الولاية؟ وين العمل الخاص؟ وين الأجهزة الأمنية من الكلام ده كله؟ وين؟ ده الكلام. كذلك شندي، شندي برضو دايرة شغل، شندي دايرة شغل، القضارف دايرة شغل، ركس النار عموما جوا هناك دايرة شغل، كمية من الجنجويت يتسللوا استخبارات وغير داعمينهم يعني. فيا اخوانا ده الشغل اللي بنفس الشغل وبجد الشغل، الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا. طيب نرجع لموضوعنا بتاع الموقف العمليات بالنسبه للفاشر. الفاشر يا اخواننا والله فيها بل وفيها شغل، والجنجويد برام نازل شالوا اصبعهم طبزوا بيه عينه، استفزوا الحركات والحركات طلعت من الحياد، والان اصطفت مع القوات المسلحه، والان في خندق واحد مع القوات المسلحه، وتوجيهاتهم الان صادره من القوات المسلحه. عندك في كل المحال في المحور الشرقي شغالين والله بل زي البل، بل زي البل. عندك بغادم هناك شمال الفاشر الان زاحفين، باذن الله من ليت اخواننا حترجع باذن الله تعالى، من الليل حترجع، والقوة الفئة دي ما حتصمد قدام الحركات وقدام الجيش بإذن الله. غير كده الطيران حاضر ووجه ضربات موجعة ومؤلمة للجنجة في كبكابية، بل إمداد للجنجة تم جعمه. عندك برضو في المحور الشرقي مواجهات الشمال الشرقية دي برضو الطيران باستمرار شغال يبل في الجنجويت. الجنجويت الآن طالبين مدد وطالبين يعني او كتر الطلبات، شغالين الان يقول لك نحن معتمدين على مدد وجاينا مدد، ما في كلام زي ده. الان الطيران لين بالمرصاد والقشم ان شاء الله زاحف عالم باذن الله. عندك بابانوسه، بابانوسه الصمود يا اخواننا، بابانوسه الصمود، في جنجة كان راهن على صعود بابانوسه وحاولوا مرارا وتكرارا، لكن اشاز بابانوسه وابطال بابانوسه جاءوا عدد كبير من الفلنجايات. دقهم دق والله العظيم ما شافوا قبل كده زيه، بل تقيل. فهجانات بابانوسه صامدين وثابتين اخواننا، وباذن الله باذن الله ما حجم عوجه. والكلام ده نحن ثقه، نحن ثقتنا في القوات المسلحه دي اخواننا بلا حدود، ما عندها حد ذاته الثقه، الثقه مطلقه
ثقة مطلقة في القوات المسلحة، ثقة مطلقة في القوات المسلحة. الجيش ده كان بيتهزم، كان يتهزم من يوم كان يتهزم من يوم 15 16 17. شفت الأيام الأولى دي الجيش لو بيتهزم كان يتهزم فيها. أما الآن وين؟ أما الآن ما في، راحت لين. والله العظيم نازل بتعدادهم وعددهم ده، لو كان فعلا واقع عليهم وكان الرجال صحي صحي كان استلموا البلد. لكن دايما قلت لك الحق يعني دايما الباطل عمره ما ينتصر، الباطل ما ينتصر، انتصار القوات المسلحة بإذن الله تعالى. والله العظيم ما تمشي ورا الشائعات انه ما عارف والله النازل دخلوا كم عربية وحيدخلوا كم عربية. هذول اكثر من دخلوا قبل الحرب بأيام، اكثر منه اكثر منه ما اكثر، وين كله انجغم انجغم بامكانات بسيطه. الان الله يجزي في كل المواقع، عزز والله العظيم اسلحه زي الاسلحه، والله حياتنا مصادرنا متواصلين معاهم. قال لي والله العظيم جابوا لنا شغل من الكيس، شغل قال لي يشهي. والايام الجايه الجيش حيفتح مواجهه ما دايرين نتكلم عنها، حيفتح مواجهه ما دارنا نتكلم عنها. والله مع انه انا كنت يعني ما عارف، لكن كان الاولى انه تنضب من درمان، لكن الحمد لله يعني عندهم مواجهة حيفتحوها وحيشتغلوا في محاولة تانية. ما كان الجنجة حيخطوا لها كلام، او ما كان الجنجة عبد الله حسابه، وكان خدت الله حسابه ولا خطرت على بالهم. حيتفاجئوا ان شاء الله انه تمت مداهمتهم في النقطة. ما في داعي نقط أقولها بإذن الله. والله جيش قاعد وتعليماتهم في يدهم الآن، إن شاء الله حيتحركوا بإذن الله تعالى وحيشوفوا بل عمرهم ما شاف بإذن الله. يا أخوانا الناس قاعدين في اللايف ده، ما تشيروا اللايف ده، أرفعوا اللايف ده عشان ايضا موجود في اللايف ده اخوانا يشير. بالنسبة لل 2000 ولا هو هاي 2500 ديل، ايضا موجود يشير على السريع كده. ميتين شير على السريع كده اخوانا. الأوضاع في مدرمان رجعت لطبيعتها، يعني أغلبية الناس رجعوا، حتى المراكز الصحية مركز الأمل الليلة اشتغل والأمور تمام، الناس دارة ترجع. والله شفت مدرمان القديم أرجع طوالي، أرجع ما عندك ما يمنعك، أرجع طوالي شباب بالذات طوالي، تعالوا أرجعوا بعدين تقيموا وشوفوا الوضع. شوفوا الوضع بعدين انتم براكم يعني. طيب يا اخواننا ده قال الفاشل اللي ما بيستخدم المسيرات. يا حبيبنا والله الفاشل ده اي شيء مستخدم فيها، الفاشل ده اي شيء مستخدم فيها. بس تاني بعد كده حتى الولايات تاني بعد كده ان شاء الله حيستخدم فيها الاسم شنو حيستخدم فيها المسيرات بكثافة. كل الولايات دي وكله موجود. وانا جاي داخل مسيرات كده والله العظيم باعداد خرافية، يعني مسيرات تقيلة جدا جدا والله، وكلها حتشتغل وكلها ان شاء الله حيكون لا تأثير. والله حدثت عن النيل الابيض يا غالي، قلت لك النيل الابيض دي الان فيها جنجويد، وفي ملامح جنجويد بدأت تظهر، واللجنة الأمنية نايمة، اللجنة الأمنية نايمة هناك. ويا إخوانا الشغل ده دار تتبعه والله العظيم، ده ما زمن بتاع نوم، الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا، ده ما زمن نوم يا إخوانا، ده زمن بتاع جغم. الشغلة لما تكون غوب كده مرة واحدة أفضل. إحنا لا يمكن
في ظل الظروف دي يقعد ضابط يعتمد لها على عساكر قاعدين في ارتكازات، ما انت تمشي الارتكازات دي مع نفسك يا زلمه. طيب الزكرتين ديل كلهم والله في يد الجيش كويس، لكن دي طبعا قريبة من المدرعات يا بنتنا، دي قريبة من المدرعات، المناطق اللي انت ذكرتيها دي دي قريبة من المدرعات يعني، وكلها تحت سيطرة الجيش المناطق دي. أما الرجعة دي كده خلي لو عندكم شباب خليهم يرجعوا بعد كده هم يقيموا لكم إذا انتوا بتقدروا يعني مثلا، أو إذا بتجوا ولا ما تجوا يعني. لكن لو عندكم شباب ولا عندكم راجل في البيت خليه يجي بس. الحاج يوسف، الحاج يوسف والله يا أخو نوم أنس، شوفي كلامي ده، شفت شرق النيل عموما الجنجويت فيها ما بالحجم اللي بيروجوا له ده، والله العظيم عارفينهم وعارفين أماكنهم وعارفين تفاصيلهم كويس. ديل والله الناس المتواصل معانا هناك قال لنا احنا بس علينا نشوف جيش عشان نتفشى في اولاد الحله ديل، والله قال لنا ما بنحاول الجيش لحاجه، بس نشوف الجيش بس نقوي عنا بالجيش. قال لنا باذن الله الجيش بيجيبهم باذن الله تعالى. شفت شرق النيل ده كلها ما اسمع ترى الجنجويت هناك، ما كنت على فكره ما كنت على متعاونين بس، وديل تلاقي بس لو سمعوا جيش ساقط هيكبروها باذن الله. لكن وين والله لك ترجع مع ما تبقى من الدين جدل الا لو ترجع معهم، لكن على القسم تنجحوا تنجحوا باذن الله تعالى. الفتحاب آية نزار، لو صبرت شوية على موضوع الفتحاب ده انا شايف افضل. ليه؟ اولا الجغم بتاع صالح ده هيدور في الايام الجاية دي يعني، فانت لازم تكونوا بعيدين شوية يا اخواننا. ده لان ده ده, ده 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 في خط التحرك دي تعتبر منطقة تماس. ومبدات جزء منا يا زول قاعدين فوق الجنجة، هو يا هلالي هلالي وانت من قلت دعم سريع ده نحذر ابوك ذاته. شفتها؟ ما في حاجة اسمها دعم سريع يا زول، اسم جنجويك يا زول. دار تقعد معانا في صفحتنا دي؟ وبعدين انت بتروج لهم هنا يعني؟ شنو دعم سريع وزفت؟ اسمهم جنجويك يا زول، جنجويك ربات قتلة. تدعم كلها دعم سريع، قال شنو؟ المدات كلها دعم سريع. تدعم للولادة يا اخي. باطل. انا قال لك في حد من هنا كويس، احذر الكاتب هلال هلال 3 مرات ده، احذره عامل فيه اعلان بتاع جنجه. المدات كلها دعم سريع، تدعم للولاده وهمي واسط تلقاه قاعد في الشات اللي قاعد في النيجر. المعمورة والله المعمورة دي في ناس قاعدين هناك، لكن المناطق دي لسه يعني لسه زي ما قلت لك. الجوز والحلة الجديدة والعتاد دي والله لو انتظرت شوية يعني يكون أفضل، لكن في ناس والله رجعوا يا أخوانا، في ناس المربعات برضه انتظر شوية يا أخوتنا أميرة، انتظر شوية المربعات دي. قال لك منو يا اخوامي مكان صالح للعودة الا مدرمان دي؟ قال لك منو؟ قال لك منو؟ الا الثورات قال لك منو؟ يا زلمة مدرمان القديمة دي كلها صالحة للعودة. قال لك منو ما صالحة للعودة؟ كلها صالحة للعودة والناس رجعوا قاعدين وامورهم تمام. يا زلمة بقبة في حالة ديهم يا زلمة بقبة دي كلام خليه، والله ناس الهجانات اللي هناك دي ياكلوا النار عديل.
وده لو الله جرس الجن ده ورم لك كتاب كده انا من قال ما داري يا اخوانا لحد هنا ونجيف، وممكن نطلع لايف تاني بعد شوية بإذن الله في التيك توك الداير يجينا بغادي، ولا نلتقي غدا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.